حسام حسني شكوكاني، العمر 25، جنسية أردني. فكرة المشروع فكرة جدا بسيطة. كبداية أبغى أكون معلم لهذا الفن اللي أنا قاعد أشتغل فيه، هو فن الجرافيتي. أتمنى أن الرسالة توصل لأكبر عدد من المجتمع العربي، وأتمنى أن الجيل اللي بعدي يستفيد مني زي ما أنا استفدت. أنا كرسام جرافيتي وصلت مستوى جدا حلو في الرسم. أوكي أعرف أرسم الجدران، أوكي أعرف أرسم، لكن ما شفت رسامين كتار في المملكة العربية السعودية. حبيت أني ما أكون نقطة بداية ونهاية، حبيت أنه يكون نقطة بداية وخلفها بداية أخرى. فحبيت أنه الشيء يكون مستمر، وأنا كنت أتمنى أسوي ده المشروع أنه يكون في تعليم للفن هذا. إذا عجبتكم الفكرة أتمنى تصوتوا لي وتدعموني في هذا المشروع.